للوقوف أكثر على الأوضاع المعيشية في عدن بعد زيادة أسعار المحروقات، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي اليمني الأستاذ محمد بلفخر. أستاذ محمد، يعني عدد من أصحاب المحلات التجارية، عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية في عدن اضطروا إلى إغلاق محلاتهم بسبب ارتفاع أسعار مادة الديزل. إلى ما ترجع سبب ارتفاع أسعار المحروقات في عدن؟ أسعد الله مساءكم بالخيرات ومشاهديكم الكرام. حقيقة هذه المشكلة متفاقمة منذ دخول البلاد في أتون الحرب، يعني سبع سنوات الآن، سبع سنوات عجاف، والمواطن يعيش ويلاتها في كل المحافظات دون استثناء. يعني وأزمة المشتقات النفطية مع وجود تجار الحروب، ظهر هناك كثير من تجار المشتقات النفطية وأثروا ثراء فاحشا في هذه الفترة، وطبعا هناك مرتبطين كثير منهم بمنظومة فساد داخل البلد بشكل عام. وبالتالي تضررت شركة النفط ابتداء، والرئيس قرر في 2018 تحرير شراء المشتقات النفطية، وهنا ظهر الفساد بكل تفاصيله. الآن حاول العودة من هذا القرار، وتحويل شركة النفط هي التي المصدر الوحيد أو الموزع الوحيد للمنتجات، فأيضا هذا تضرر أيضا هؤلاء مصالح كثيرة، فأوقفوا سبع ناقلات إلى الآن لم تدخل الميناء لتفريغها لهذا السبب. ناهيك أيضا عمال المصافي تم إضراب شامل، نتيجة أيضا حقوقهم منتهكة، غير رواتب متعطلة، فبالتالي أيضا توقفوا عن العمل باستثناء أيام محددة خاصة بتقديم الخدمات. طيب، لماذا لم تستجب الحكومة لمطالب المضربين من عمال المصافي كما ذكرتم؟ يعني الحكومة حقيقة هي في وادي، والمجتمع في واد، وما يجري بشكل عام، يعني هناك منظومة كاملة تريد يعني زعزعة البلد. يعني حتى وإن وجدت منطقة فيها شيء من الأمان، تجد أيضا أن هناك في من سواء من داخل الدولة أو خارجها، يعني وعدن على سبيل المثال هي العاصمة المؤقتة، تعيش انفلات أمني، تعيش وضع اقتصادي متردي، خدمات متردية. وبالتالي وجود الحكومة حتى بعض يعني كرئيس الوزراء وبعض الوزراء موجودين فيها، ومخالف لاتفاق الرياض أيضا، هم كان يفترض أن يتم عودة الحكومة بعد أن ينفذ المجلس الانتقالي اتفاق الرياض حرفيا، ويدمج ميليشياته ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة، لكن استجاب رئيس الوزراء وعاد إلى عدن مع بعض الوزراء، وقطعا الحكومة لا تأدي دورها بالكامل. ومن هناك كما قلت ان هناك في مصالح متقاطعه. يعني الحكومه هل اتخذت استاذ محمد الحكومه التدابير اللازمه من اجل تلافي ارتفاع اسعار المحروقات؟ حتى الان نرى جعجعه ولم نرى طحنا، يعني الكلام كثير يقال في هذا الجانب، لكن على ارض الواقع هناك كما قلت يعني منظومات تتحكم في المشهد باكمله، وبالتالي احيانا يرخو الحبل قليلا ويحل شيء من الازمه، ثم تعود تتكرر من جديد. يعني فالامر يعني تداخلت فيه كثير من الامور، ويظهر انه يعني من سيء الى اسوء. يعني الى اي مدى ترى تاثير هذه الزيادات في اسعار المحروقات؟ كيف تؤثر وانعكاساتها على المواطن العادي في عدن؟ المواطن يا اخي يعيش درجه من خلينا نتكلم باللهجه العاميه، مطحونا فعلا، غلاء فاحش، رواتب منعدمه، العمله انهيارها بشكل فظيع اثر على الجميع. فبالتالي نسال الله ان يعينهم يعني في نهايه المطاف. يعني التاثير واضح، لم يعد هناك احد ممكن ان يستفيق من هذه الازمه التي تمر بها. نعم. الا المتمصلحون، والمتمصلحون هم مجموعه المستفيدين من هذا الذي يحصل، تجار الحروب معروفين في كل زمان ومكان. يعني الكاتب السياسي اليمني الاستاذ محمد بلفخر، شكرا جزيلا لك.